ياباني تا يطلب أجنبي يجي يساعده يعني بده يكون مخنوق، ما عنده أبدا أي حل غيره. المدير التنفيذي السابق لشركة نيسان اللبناني كارلوس غصن يكشف للمرة الأولى أسراراً عن ثروته وحياته الشخصية، ويروي بالتفاصيل مرحلة ما بعد هروبه من اليابان إلى لبنان، وهذا ما قاله عن طموحه الرئاسي في لبنان. في مقابلة خاصة عبر جريدة النهار كشف غصن خلال المقابلة عن ثروته قائلاً: بدأت من طبقة برجوازية متوسطة، وبدأت أصعد سلم النجاح من خلال كفاءتي، حيث لفت أنظار الشركات باعتبار أنني أستطيع تحقيق نتائج. عملت على نفسي بنفسي ووصلت لأن الشركات كانت ترغب في الوصول إلى نتائج مميزة. يمكن للفرد أن يصبح غنياً من خلال عمله في الشركات والحصول على أسهم لتشجيعه على الاستمرار بالجهود التي يبذلها. وفي وقت لم تعد ثروتي تقدر كما سابقاً بعد المشاكل التي واجهتها في اليابان، لكنني أشكر الله اليوم لأنني لا أشكو من أي شيء. كما علق غصن على الوضع الاقتصادي في لبنان قائلاً: تفاجأت بالضرب الذي حصل، خصوصاً أنه استجد في السنوات التي لم يكن في استطاعة التحرك خلالها لأنني كنت في اليابان وقت ذاك. كما روى غصن بالتفصيل مرحلة ما بعد هروبه من اليابان ليصل إلى لبنان قائلاً: بعدما كنت بمثابة شخص محتجز في مكان وهو يحارب ويتعذب لمدة سنة بلا سلاح ومن دون أن يستطيع الكلام أو الدفاع عن نفسه أو التحرك أو فعل أي شيء، لكنني عندما وصلت إلى لبنان وعلمت أن كل تلك المدة التي لم أكن أستطيع الكلام فيها قد انتهت، والآن حان وقت الدفاع عن النفس وسرد الحقيقة. عندما وصلت إلى مطار بيروت عند الساعة 6 صباحا تنفست، لأن المعركة كانت بدأت حين ذاك للدفاع عن الاسم وفضح كل ما كان حصل بعدما قبضوا علي في اليابان بمساعدة الفرنسيين. ورداً على سؤال متعلق برئاسة الجمهورية: بما أن غصن ماروني، فهل لديه طموح بتولي الرئاسة الأولى؟ أكد الأخير أن ليس له أي طموح رئاسي، رغم أن مركز رئاسة الجمهورية يعتبر مهماً من أجل لبنان واللبنانيين خصوصاً، وهو يعتبر نفسه لبناني وبرازيلي وفرنسي في آن واحد، لكنه لبناني أولاً بجذوره، قائلاً: والدي ماروني من عشلتون ووالدتي مارونية من مزيارة. أعتبر نفسي لبنانياً كأحد لبنانيي العالم، وكنت درست في البرازيل وفرنسا وعملت في البرازيل وأمريكا واليابان.